وقال لك اللي نبي نطلع نطلع الحين هذا الحين قال اللي نبي نطلع نطلع موضوع اخر مقابله ثانيه وقال لك يعني نفس المبدأ اللي نبي نطلع نطلع موضوع اخر بمقابله ثانيه لا نخلط الله يخليك قال لك نفس المبدا ان شاء الله لو قايلها بدوانيه قال اللي نبي نطلع نطلع واضح الكلام زين شيء واضح وش دخل هذا بموضوع لما تعطيه بيانات بهالطريقه هذه ترى يعني انا ما اثق في قضيه استخدامها استخدامها من الطبيعي ليش ما تثق ما بالنهايه اللي بينك وبينه محاكم انا مو قاعد اشكك انا عقب الاحداث السياسيه خلي اشكك كيف انت تشكك بالقضاء عقب الاحداث السياسيه اللي انا قضاء انصف الجبر استانست بس ما ردها للقضاء بس انت ليش تمارس بوزاره الداخليه ممارسات قمعيه ممكن تصير وين القمع يدخلك لحظه يدخلك قضايا ويخليك تلف حوالين نفسك ويخليك كذا وكذا وكذا هذا وزارة لحظة داخلية. لحظة اصبر 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 عشنا معاهم اصبر منهم. القانون واضح واخر واحد في الاعلام فهد الكشتي تلوه من بيتهم صح ولا لا ما اعرف قضيته ولا اقول لك صح ولا اقول لك غلط ما احنا قاعد ندخل في قضايا ثانيه إيه قاعد ندخل قضايا وايد مثال فيصل فيصل قاعد ندخلني في قضايا قاعد نناقش قانون البصمه عندنا خليك محدد دكتور فيصل قاعد ندخلني ركز على الموضوع تروح يمين يسار خليك مركز انا مركز احنا لهذا الموضوع نناقش هذا الموضوع دخلتني 60 علة احنا نتكلم عن هذا شخص يأتي عشان يطلع جوازه ياخذون منه عينة لعاب عينة دم اللي هو بعد ما ياخذونها يطابقونها بينه وبين أفراد العائلة وقالوا لك أي شيء له علاقة في أمور شجرة العائلة احنا والنسب ما لنا علاقة فيه إلا إذا قام واحد من أفراد العائلة ورفع عليه قضية نسب وهذه تنظر من غير القانون أصلا منظورة كل العالم تقدر ترفع قضايا نسب والحكومة والمحكمة تستشهد بالدي ان ايه